اهلا بحضراتكم مره اخرى. اللي منتظرين الشيخ خالد على وصول ان شاء الله. دكتور عبد الرحمن حماد مدير وحده طب الصحه النفسيه والادمان في مستشفى العباسيه. دكتور عبد الرحمن مساء الخير يا فندم. يا فندم معلش الصوت بس بعيد شويه. لا يا فندم انا سامع صوت حضرتك كويس. حضرتك سامعني كويس؟ يعني سامع حضرتك بس الصوت بعيد شويه. طيب ازعق لحضرتك شويه؟ لا ما تزعقش يعني صوتك معلش. طيب دكتور عبد الرحمن حضرتك ذكرت رقم 24 مليار جنيه. تمام. يعني كيف تكون الرقم من وجهة نظر حضرتك؟ يعني على أي قواعد أو مقاييس ظبطته؟ طيب الرقم ده صرح بيه اللي هو المفروض أحمد الخوري مدير الإدارة العام إدارة مكافحة المخدرات وصرح بيه الدكتور أحمد عكاشة وطبعا أكبر طبيب نفسي في مصر. الرقم طبعا ده بيشمل طبعا. عمنا. الرقم ده بيشمل عدة حاجات. بيشمل حجم التكلفة، حجم تكلفة الفلوس اللي بتدفع في تجارة المخدرات أو شراء المادة المخدرة، بيشمل حجم عبء المرض، عبء المرض من ناحية تكلفة العلاج وتكلفة التأهيل وتكلفة الإنفاق على علاج المرض، وبيشمل كمان فقد الإنتاجية. لما بنتكلم مثلا على 4 مليون مدمن، عادة المدمن لما بيصل لمرحلة الإدمان قبل بعد مرحلة التعاطي بيصل لمرحلة فقد الإنتاجية، إن هو أصلا الشغل الشاغل المادة المخدرة اللي طبعا. بياخدها، فبالتالي مش مهتم بالشغل، أداؤه في الشغل بيقل، أداؤه في العمل بيقل. طيب كل اللي طيب كل دكتور ممكن هنا يعني نستفيد من وجود حضرتك معانا ونسألك، هل أعداد المدمنين في زيادة أم هي محدودة ما بتتغيرش كل سنة أم بتقل؟ طيب على مستوى العالم كله مش مصر بس، على مستوى العالم كله حسب تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني للمخدرات والجريمة، حسب كل التقارير الدولية زي الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات، لسه التقارير دي صادرة حديثا، حسب كل التقارير سواء في الدول العربية زي السعودية زي مصر، في مشكلة مخدرات على مستوى العالم. تمام. يعني في ازدياد في عدد المدمنين على مستوى العالم، مش احنا بس اللي عندنا مشكلة مخدرات. طيب احنا بنتكلم عن نفسنا بقى، خلاص العالم كله في ضرب، فاحنا بنتكلم على احوالنا بقى. لكن احنا لينا ظروف خاصه من ناحيه حصل زياده في اعداد المدمنين بسبب ظرف معين اللي هو الترامادول. الترامادول كان مخدر عشان رخيص متوفر متناسب. هو دكتور معلش بالمناسبه، هو الترامادول ده مخدر ولا منشط ولا يعني ايه الترامادول؟ بقى قريت عنه كتير جدا جدا جدا. هل بيجي لك حالات ادمان الترامادول كتير؟ ده حقيقي. الترامادول حضرتك بيصنف من الأفيونات المخلقة أو المصنعة، الأصل إنه مسكن للآلام المتوسطة للآلام المبرحة. أنا عارف كله، بس أنا بتكلم على المخدر. يعني في ناس كتير بتجيلك مدمنة ترامادول؟ طبعا أغلب حالات العلاج، يعني في حالات العلاج الناس اللي بتتجه للعلاج الرقم يعني الغالبية من مدمنة الترامادول. طيب لكن لو علاج طيب علاج ادمان الترامادول زي علاج ادمان الشم زي علاج ادمان الحشيش يعني، ولا كل علاج طبعا كلهم بيخضعوا لنفس البرنامج العلاجي في العلاج؟ نفس البرنامج لكن ممكن يختلف بس في حته الادويه اللي ممكن تكون مناسبه لكل نوع، لكن فكره التاهيل واعاده الادماج دي كلها بتخضع لنفس البرنامج العلاجي. يعني عندنا في البرنامج العلاجي الناس اللي بيتعاطوا الحشيش او المدمنين على الحشيش، الناس المدمنين على الكحول، الناس المدمنين على الهيروين، الناس المدمنين على الترامادول، كلهم بيخضعوا لبرنامج علاجي واحد. طيب نسال بقى هنا ناخد الترتيب، الاكثريه ترامادول. تمام. تحتيه مين بقى، الحشيش ولا ال لو بنتكلم على الحالات اللي بتيجي تطلب العلاج المدمنه نمبر 1 الترامادول، بعد طيب. كده الهيروين. تمام. بعد كده الحشيش. عادة الناس ما بتجيش تطلب العلاج من الحشيش، ودي يعني ضايلنا كبيرة لازم برضه نشير ليها. يعني ممكن هو يجي لنا المدمن أو أهله بيقول أنا ما عنديش مشكلة مع الحشيش، أنا عايز أبطل بس البودرة أو عايز أبطل الترامادول، لكن الحشيش ما عنديش مشكلة معاه. في حين إحنا بنقول له إحنا هنبطل الحشيش، إحنا بنحاسبك على الحشيش زي الترامادول زي الهيروين زي الكحول، كلهم مخدرات. بل بالعكس الحشيش ليه مشاكل خاصة لكن ربما بتظهر متأخرة شوية. يعني الحشيش بياخد وقت شوية، بس هو يعني طبعا ممكن يجي لك هو محشش فيقول لك أنا تمام ما يبقاش عايز علاج. طب الترامادول ياخد نفس الوقت بتاع الحشيش؟ نفس المدة الزمنية؟
زي ما بقول لحضرتك البرنامج العلاجي واحد، يعني البرنامج العلاجي اللي بيخضع ليه مدمن الترامادول هو يعني نفس المده الزمنيه. طيب لكن عفوا نعم. قد يختلف، احنا بنراعي، احنا بنفصل برنامج تاهيلي او علاجي لكل مدمن على حده، يعني مش بناخد توب ونلبسه لكل الناس، كل واحد بيتفصل له خطه علاجيه تناسب ظروفه هو. يعني مثلا الراجل اللي خد مخدرات عشان ظروفه النفسيه او عشان عنده اضطراب نفسي او عشان عنده مثلا مشكله زي محتاج مخدرات كسلف ميديكيشن بيتداوى مثلا بالمخدرات، تمام؟ مش زي واحد مثلا خد المخدرات عشان عنده مثلا شخصيه اندفاعيه او كده، فكل واحد ليه مانجمنت بلان تناسبه هو، ليه خطه علاجيه تناسبه هو. تمام. هل سيادتك ممكن يجي لك مريض او مدمن ترامادول مثلا وتوصف له مثلا البروتوكول العلاجي ويروح يتعالج في البيت؟ طيب الكلام ده مهم جدا. اغلب البرامج العلاجيه دلوقتي بتتجه للبرامج العلاجيه الخارجيه، ليه؟ عشان اقلل العبء على مقدم الخدمه. ليك حضرتك احنا بنتكلم على 3-4 مليون مدمن، عندنا كام سرير اللي تبع وزاره الصحه؟ مش هتصدق حضرتك، عندنا 670 سرير او ارينج 600 سرير. طيب اللي بيتردد علينا وطالب الحجز عدد كبير جدا جدا، لكن الخدمه غير كافيه ودي مشكله عندنا، وبنطالب وزاره الصحه وبنطالب الدوله بزياده عدد الاسره، تمام؟ احنا بنقول للناس مش يعني شرط عشان دكتور لازم تتحجز. دكتور عبد الرحمن بس عشان افصص الحكايه شويه، عند سيادتك 600 سرير على مستوى الجمهوريه اللي تبع تقريبا 600 على مستوى الجمهوريه؟ على مستوى الجمهوريه كل اسره الادمان، اسره علاج الادمان على مستوى الجمهوريه اللي تبع الدوله اللي بتشرف عليهم وزاره الصحه من خلال الامانه العامه للصحه النفسيه وعلاج الادمان مش هيتعدوا 670 سرير الا لم يكن 650. وطبعا لو راح مستشفى خاصه التكلفه هتبقى باهظه. حقيقي، ومشكله الادمان مشكله مستمره. طيب كلمني بقى في البروتوكول اللي احنا ممكن نعمله ونقول للوالد او الاخت او الام اعملي معاه كده ويتعالج ممكن. طيب البروتوكول العلاجي ممكن يتعمل ويتظبط في البيت، يعني ممكن يتعالج من خلال البيت، بس مش معنى كده اهله هم اللي هيعالجوه، لا، الادمان مرض ومرض محتاج علاج من خلال فريق علاجي متخصص وفريق علاجي متعدد المحاور. يعني العلاج ده المريض يعني بيتردد علينا في المستشفى او في المكان في الوحده العلاجيه عندنا مثلا وحده طب الادمان المستشفى يعني العباسيه، يعني واحنا بنضع الخطه العلاجيه وبنقول له حضرتك هتفولو اب وتتابع معانا الخطه العلاجيه كل كذا، هنخلص اول مرحله علاجيه ازاله السموم، بعدها هننتقل لمرحله التاهيل، بعدها هننتقل لمرحله ثانيه من العلاج، ده من خلال الفريق العلاجي، مش هيروح مع نفسه يتعالج في البيت كده، لا كده مش هيتعالج. والا عاده المدمن بيجي لنا بعد 5-10، انا عندي كان مدمن سنه 53 سنه جه بعد 40 سنه من التعاطي، يعني ليه 40 سنه بياخد مخدرات، تمام؟ ده مش هيروح يتعالج مع نفسه، يعني ده مش هيروح يتعالج في البيت، ده حالته يتعالج مع نفسه، ده حالته صعبه شويه. انما لو مثلا شاب مثلا مسك في الترامادول مثلا سنه ولا سنتين ممكن نعمل له بروتوكول ونقول له للاب روح وتعالى، روح وتعالى واعمل النظام، يتردد علينا للمتابعه والعلاج بالظبط، لكن مش شرط انه يتحجز، وده على فكره بيقلل البيردن او بيقلل التكلفه على مقدم الخدمه اللي هي الدوله، وفي نفس الوقت ممكن ظروفه هو ما تناسبهوش، كانه يكون موظف طيب في الدوله، كانه يكون مثلا مش هيعرف ياخد اجازه علاجيه، فبالتالي اقول له هعمل لك علاج خارجي احسن. طيب احنا يعني ان شاء الله اذا كان عندنا يعني عندي سيادتك وقت نجي لك المستشفى ونتكلم، لان ده امر هام جدا، بنتكلم في بلد بتصرف 24 مليار على المخدرات وفي نفس الوقت عندها 600 سرير لعلاج الادمان على مستوى الجمهوريه، دي كارثه بكل المقاييس. دكتور عبد الرحمن حماد انا بشكرك شكرا جزيلا، مدير وحده طب الصحه النفسيه والادمان مستشفى العباسيه، ارقام عجيبه، بلد 24 مليار مخدرات بعلاجها بكله بالحاجات كلها، بعدين عندنا 600 سرير، ده ما ينفعش ابدا يعني. وبعدين نسيب الناس للمستشفيات الخاصه، مع كل التقدير طبعا لاصحاب المستشفيات الخاصه، لكن اللي معاه فلوس يروح يتعالج وربنا يشفيه، انما اللي معهمش يعملوا ايه بقى؟ هيشدوا انفاس اكتر. طيب شيخ خالد وصل بالسلامه، نلتقي بيه ان شاء الله لكي نتعلم منه الكثير بعد الفاصل ان شاء الله. بعد الفاصل اللقاء الأسبوعي مع فضيلة الشيخ خالد الجندي.